من محافظة المنوفية، واللي تم فيها إنشاء أسواق ومواقف نموذجية جديدة بقيمة 86 مليون جنيه. في الشرقية تم حصاد 60,000 من المساحات المزروعة بمحصول البنجر. كمان في بني سويف تم الكشف وتوفير العلاج ل 1645 مواطن ضمن حياة كريمة. وفي الوادي الجديد تم تنفيذ مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في مراكز الشباب. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية أعلنت المحافظة عن تنفيذ 9 مشروعات خدمية من بينها أسواق حضرية ومواقف نموذجية بقيمة استثمارية تصل ل 86 مليون جنيه بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وده ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي. في البحر الأحمر كشفت جداول الوصول لمطار مرسى علم الدولي عن استقبال 29,000 سائح خلال الأسبوع الجاري بدءاً من السبت وحتى الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يصل السائحين على متن 144 رحلة طيران متنوعة ما بين الألماني والبولندي والبلجيكي والهولندي والتشيكي. في الشرقية أكدت مديرية الزراعة أنه تم حصاد 60,000 فدان من إجمالي 87,000 من المساحة المزروعة لعام 2024 بزيادة قدرها 3,000 فدان عن العام الماضي، كما تحققت زيادة الإقبال على زراعة البنجر هذا العام بسبب إنتاجيته المرتفعة وسهولة تسويقه وكونه محصول مربح للمزارعين. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة تنفيذ 95% من الأعمال الإنشائية بمحكمة الرياض الجديدة بتكلفة 100 مليون جنيه تتضمن 5 طوابق بالإضافة للخدمات، وتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات وجاري الانتهاء من التشطيبات. في بني سويف أكدت مديرية الصحة أن إدارة القوافل قامت بتنفيذ قافلة طبية بقرية نزلة البرقي مركز الفشن، وتم الكشف على 1645 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في الوادي الجديد بتنفذ مديرية الشباب والرياضة فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية ضمن خطة المديرية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وجذب الأطفال والشباب لمراكز الشباب، وبيقوم تنفيذ المشروع على مشاركة مجموعة من المدربين وأخصائي الرياضة بالمديرية على تشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة.